السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفلالي. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم إطار حلويات العيد، طبعا حلوى اقتصادية كتذوب في الفم، رائعة جدا في المذاق ديالها وسهلة في التحضير، يعني كتحضر بسرعة مع تقنية زوينة بزاف للتزيين وطبعا بسيطة حتى هي اقتصادية. لذا بقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الحلوى. في المكونات غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبدة العادية أو الزبدة المارغرين اللينة، لكم الاختيار اللي بغيتو استعملوها نتوما. أنا استعملت لابريري علبة، كتنقصي منها واحد الكمية يعني جهد 2 معالق فقط ديال الزبدة، وتتستعمليها اللي ما عندهاش الميزان طبعا باش تعبر. تاخد من عند البقالة تقول له اعطيني 200 غرام ديال الزبدة، طبعا إلا استعملتي العادية. 120 غرام ديال السكر الثقيل أو السكر كلاسي تقريبا كاس، مع بيضتان، كأس إلا ربع زيت ما يعادل 150 مليلتر. وغنحتاج كذلك القبصة ديال المحلي القليل جدا من الملح والتنسيم اللي غيعطيه يعني مذاق زوين بزاف، هو فلون ديال الفاني. نستعمل تغيير صغير بدون سكر، 10 أصخاص في 2.5 غرام، كيس من سكر الفانيلا والقليل جدا من خميرة الحلويات. بالنسبة للدقيق فبين 600 و 650 غرام، واحد خمسة ديال الكؤوس، ممكن اقل او اكثر على حساب نوعية الدقيق، دائما على حساب الحجم ديال البيض. اولا كنوضعوا المارغرين او الزبدة ديالنا، وكيف قلت لكم لكم الاختيار في النوعية اللي تستعملوا. كنضيفوا معها السكر الثقيل، ونوجدوا باقي المكونات لان كتكون يدينا مقيوصة، فنوجدوا كل شيء حدانا. كنديروا البيض، ونفتحوا الفلون ديالنا. الفلون كيف قلت لكم 4 ديال الاشخاص، ممكن تستعملوا الكبير الا بغيتوا، ولكن نقصوا من الكميه ديال السكر اللي غادي ديروا لانه كيكون فيه السكر. بالنسبه للاخوات خارج الوطن ف 2.5 غرام، هذا بالنسبه لما فيهش السكر، اللي فيه السكر كيكون كدا 50 غرام فيه. صافي غادي نخدم بهذا الشكل حتى كتنسجم العناصر مع بعضها، ما كتاخذش وقت طويل. وما نساوش طبعا كيس من الفانيلا وسكر فانيلا باش غادي نسمو. صافي غير كتنسجم العناصر مع بعضها، يعني السكر مع المارغرين. كنضيفو كأس الا ربع ديال الزيت، يعني تقريبا 150 مليلتر، ودائما كنعبر بالكأس العنبة الكبير ماشي كأس الشاي او العنبة الصغير، ونستمر كنخلط حتى تنسجم. عاد نضيفو البيض، ممكن طبعا في هذه المرحله تستعملوا الطرب اليدوي، انا كنفضل نخدم بيديا من الاحسن، وندمجوا حتى البيض معهم، يعني كنخليه هو الاخير قبل ما نضيفوا الدقيق والخميره. وطبعا كيس ديال الفلون، هذا الفلون كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف بزاف، جربوه ردوا عليا الخبر. غالبا كندير الكراميل، هذه المره غيرت ودرت ديال الفانيلا حتى هو كيجي زوين، واحد الرشيشه ديال الخميره، ما نكتروش باش الزواقه ديال الطابع اللي غنستعملو ما تضيعش. انا درت تقريبا واحد نص ما كاملش، ممكن طبعا تستعملوا نص خميره 4 غرام تقريبا. وغادي نضيفوا الدقيق، ومن الاحسن ما نضيفوش مره واحده خصوصا المبتدئات باش ما تقصحش العجينه، لان الا بقات قصاحت غتبقى كتفرتت وما غتعذبكم في الخدمه ديالها. كيف قلت لكم كتهز تقريبا 600 غرام او 650 غرام على حسب، تكون رطبه بهذا الشكل وكتشكل لنا كره بكل سهوله. غادي نغطيوها بالبلاستيك باش ما تيبس، خصوصا دابا الجو ساخن وكاين الشرقي غتيبس لينا من الفوق، ونبقاو كنشكلوا بها. غنحتاجو طابع بحال هكا ديال المعمول، او اللي عندنا بحال هذا اللي بغيتو اللي توفر عندكم في الطوابع، انا غادي نستعمل هذا. وغنحتاج كذلك السكر غير باش ما يثقليناش الحلوى في داك الطابع وتحيد بسهوله وكتعطيها منظر احسن. صافي غادي نشكل مجموعه من الكرات يكونوا بحجم واحد تقريبا بين 16 و 18 غرام، اللي عندك الميزان ممكن تقيسي به باش يجيوك متقادين في الحجم ديالهم، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. من الاحسن يعني نديرو هكا، نكور واحد الكميه وعاد ندوزوها في السكر ونديروها في المول باش ما تبقاش يدينا تقاس بالسكر، ونعاودو نديرو بها العجينه. كتبدا العجينه كتفرق وكيدخل في وسط السكر كيهدي يهرسها،
اذا خدموا واحد الكميه وصلوا يديكم السكر وعاود كوروا كميه اخرى بنفس الطريقه حتى تنتهيوا. ثم كندوزوه في السكر وكنوضعوه في المول بهذا الشكل وكنضغطوه ونحاولوا نجمعوا الجوانب ونحيدوها بكل سهوله، يعني طريقه اللي هي سهله جدا. بنفس الطريقه كندير الاخرى، يعني كنحاول ما امكن نعطيكم حلويات اللي في المتناول ديال الجميع وتكون سهله، خصوصا دابا عطله صيفيه والصهد اللي داش حاجه اللي هي بسيطه وخصوصا لعيد الاضحى. وكنحيدها كيف قلت لكم بكل سهوله وكنوضعها في صفيحه اما مفرشه بورق الطبخ ومن الاحسن او ورق الزبده على حساب اللي بغيتو. وممكن طبعا توضعوها مباشره فوق الصفيحه، غير هذا فيه السكر من الاحسن الا كان ورق ديال الطبخ، او كيف قلت لكم اضعف الايمان ورق الزبده اللي كيكون متوفر عند البقال. صافي غادي نبعدوهم شويه في اللاطه، غنكون الفران مشعول حتى يتسخن مزيان، وكنقصو كيف اي حلوه كنطيبوها من التحت حتى كتشد راسها، والنار تكون مهيله دائما مهيله باش كطيب على خاطرها وما كتاخذش ما كتحمرش بزاف، غير نحسو بها تحمرت من التحت نهبطوها تحمر من الفوق. بالنسبه للتزيين فانا غنقترح عليكم هذه الطريقه، كنجيبو لوز او كاوكاو مهرمش، يعني يكون كاسي مهرمش، انا استعملت هنا غير كاوكاو. غادي ندير معاه الكاكاو، هذا باش يعطيه اللون الاسود كيجي زوين في التزيين. ممكن هذه الطريقه يعني اللي كنلونوا بها، الا استعملنا بغينا لون اخر كنديروا ملون سائل او غبره وكنضيفوا له الماء. بالنسبه للكاكاو فطبعا غنضيفوا الماء باش يلصق في الكاوكاو ويتلبس معاه مزيان، يعني وياخذ اللون ديالو. كنخلطوا بهذا الشكل، عاد كنبدا كنحرك مزيان مزيان مزيان، يعني حتى كنشوفوا نسجموا مع بعضهم. الى بان لي اللون فاتح فغادي نضيف كميه من الكاكاو، معليش كما كتلاحظوا تيكونوا كيكون هو فازك ضروري نعاودو ندخلوه للفران ينشف مزيان ويزيد يتقرمش يتحمر على نار مهيله حتى هو. ومن الاحسن الى درناه فوق ورق الطبخ وبعدناه، من بعد من غادي يتحمر وينشف عاد نفرقوا بيناتهم، لان الكاكاو بطبيعه الحال غادي يخليه يتلصق، ولكن ينفو يعني غير تيتحمر تيتفرق، ماشي مشكل تيتفرق بكل سهوله. صافي غادي نوضعو حتى هو في الفران مع الحلوه، ومنين يتحمر او ينشف نفرقوه بهذه الطريقه غير بيدينا، وتيكون جاهز للتزيين كيجي زوين بزاف نزينو به اللي بغينا. درت غير كميه قليله باش نزين بها هاد الحلوه، ممكن نديرو كميه كثيره ونزينو بها اي حاجه بغينا. نصب الحلوه بهذا الشكل، فطبعا تزين غادي ندير الشوكولات اسود اللي كندوبو مع القليل من الزيت بهذا الشكل، وغادي نوضحو في واحد جيب حلواني او يعني جيب سورانك باش كتعمرو عاده باش ما كان، ولكن السوريان يكون احسن باش ما كيقطر ليناش في الجوانب. ونبدا كنعمر دوك الثقوب باش يشد لي من فوق منها داك الكاوكاو اللي لونا، وما تخافوش الا درنا فوق منه داك الكاوكاو مزيان فما كيبقاش كيسيح، كيبقى شاد راسو وجامعو ما تيخليش يهبط. كندير معاه كميه من الكاوكاو عادي بيض محمر حتى هو باش كيعطينا لون احسن باش ما كيجيش لون واحد، وكنبداو كنعمروا الحلوه ديالنا بهاد الطريقه هادي. صافي ونتهي ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي بعد ما طبعا كتبرد تماما. انا درت الشوكولاته فيها وهي مازال سخونه باش ما يجمدليش دغيا، ونوضع فيه الكاوكاو هو مازال ما جامدش باش يشد معاه يعني وتجانس معاه، يعني جبتو من الفرن مباشرة بديت كنعمرو. وهذا هو الشكل النهائي للحلوة ديالنا كما كتشوفو معايا، كتجي زوينة كما لاحظتو مكونات بسيطة، وحتى التزيين اللي هو يعني بسيط وكيجي المنظر ديالو مختلف ومتميز. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، كتستحق التجربة كيجي مذاق هائل جدا جدا. شكرا جزيلا لكم على المتابعة وعلى التشجيع، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. عواشر مبروكة وإلى اللقاء، مع السلامة.